يتلقى الأمير الصغير جورج أغلب الانتباه هذه الأيام، لكنه لم يتمكن من مجاراة أحداث الرحلة الملكية الأخيرة. شخص شبه عار كان في استقبالهم، لكن هل هذه الطريقة المثلى لملاقاة ملك المستقبل؟ نعم، فهذه هي الطريقة التقليدية للاستقبال في نيوزيلندا من قبل الراقصي الماوري. فالأمير والدوقة استقبلا بفرك الأنوف بترحيب تقليدي مع كبار الماوري. وفي لحظة من اللحظات اضطر الأمير ويليام إلى خوض تحدي بالتقاط سهم مع المحافظة على التواصل بالعينين لإثبات أنه صديق وليس عدوا. وهذا يذكرنا باستقبال لورا بوش من قبل جندي يرتدي سروالا قصيرا، وكان من ضمن الكتيبة النيوزيلندية بأفغانستان، وهو ما وصف حينها بكونه خليطا بين رقصة الحضن ورقصة التزاوج لدى طائر الإيمو. وعادة ما يكون محببا رؤية اندماج الرؤساء مع السكان الأصليين. ولمرة على الأقل لم يكن معطف الدوق الأحمر الزي الوحيد الذي لاقى اهتماما، لكن ما الذي يفعله الأمير بعد مقابلة شخص نصف عار يقوم بتعديل ربطة عنقه؟ صحيفة ديلي ميل وضعت العنوان الأنسب للحظة مقابلة الدوقة لمقاتل نصف عار، إذ كتبت: انظري إلى الأمام يا كيت، كردة فعلا لتلك المؤخرة الممتلئة.